يا سلام، شو هالحظ الحلو! هلأ ما رح يخسر القضية. شكرا. بسبب غياب الأدلة، موهان تريفيدي بريء من قتل زوجته تولسي تريفيدي، لهيك نعلن براءته. رفعت الجلسة. صح المحكمة برأتك، بس تأكد قلبي كأم أبداً ما رح يسامحك. انت ارتكبت خطيئة وقتلت بنتي وحرمتني منها، بتمنى ضميرك ما يخليك تعيش مرتاح. المحكمة أقرت الحكم من شوي، إذا أي حدا بيتهم موهان أنا رح حطه بالسجن فورا. موهان، وقت أنا خسرت كل شي بحياتي وما بقى لي شي فيها، هدول يلي انت عطيتني اياهم الي، هنن يلي ساعدوني لاقي طريقي. يمكن لو انت ما ساعدتني ما كنت رح اكون هون اليوم. انت بحاجة الدعاء والمفاجآت الحلوة لتكمل. رح اترك لك هي الك، بتمنى تفرحك وتكون ايامك يلي جاية احلى من اللي راحت. أنا بتمنى إنه يقدر موهان يتخطى هالوقت الصعب ويتحسن. أنا هلأ رايحة من هون، بتمنى يعيش بسلام بحياته وترجع له السعادة وتملح حياته كلها، وبنته غونغون يا ريت إنها تحبه وتحترمه ويخلص من هالاتهامات الباطلة اللي ضده. بتمنى من قلبي. صدقني بحياتك ما رح تخلص من هذا الذنب.